السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأسرد عليكم قصة قصيرة باللهجة العامية. كنت بالصف السابع وكنا بدرس فيزياء تقليدي ممل نمطي. كان الدرس يتمحور حول فكرة التلوث البيئي. ومخاطره على الحياه البشريه وبسبب تخلف المناهج العربيه للاسف وبما لا يزيد عن السطر الواحد وبثلاث كلمات فقط اختزل الخطر الذي يهدد بقاء العرق البشري بهذه الثلاث كلمات وهو خطر التلوث بالمخلفات النوويه عندما ذكر وبالخروج إلى طبيعة الإنسان البشري فالإنسان دائما بطبعه مائل إلى الفضول، مائل إلى المعرفة والسؤال عن الأمور التي لا تناقش عادة ضمن واقعه. فتشجعت قليلا وكنت جالسا على كرسي الدراسة. أستاذ أستاذ لو سمحت ممكن سؤال؟ استاذ بسؤال لو سمحت. طبعا بعد المحاولة الثالثة كان الرد على الشكل الاتي. قوم اسال بس ترى اقسم بالله العظيم اذا بيكون الدرس اذا بتضوع الدرس او بيكون سؤال تافه لضوع لك مستقبلك. طبعا ارتعشت خفت بس بالنهاية تشجعت يعني بدي اسال. اخذت نفس عميق وقمت لعند الاستاذ، واجهته وش لوش. قلت له يا استاذ نحن كيف فينا نتخلص من خطر النفايات النووية؟ طبعا بكل برادة قلب بمصطلحنا جاوبني بنعالجها وبندفنها ضمن المدافن. طبعا هي صورة مدفن بتعنا بتدمر وهي صورة مدافن عالمية. فكان جوابي طبعا البريء بشكل بريء جدا قلت له الاستاذ حدا بيزرع سم بالارض اللي عايش فيها وعم ياكل من خيرها فكان الرد والله ترى انت بدك تضوع الدرس اقعد واخرس بالحرف الواحد طبعا الفكره انه بنفس اللحظه انا رديت على الاستاذ استاذ والله عم احكي جد طيب ليش نحن ما نبعثها على الفضاء الخارجي ليش نحن بنزرع بنزرع السم بارضنا؟ ولكن طبعا وللاسف الكلمات اللي تردت على مسامعي من اصدقائي اللي كانوا جالسين حولي. جاي فهماً علينا يا زلمه؟ هذا واحد. هلا صرت اينشتاين العرب هلا بدك تحل المشكله؟ هذا رقم اثنين. <applause> شوف يا الحمار هذا. رقم ثلاثه واربعه وخمسه وستة وسبعة طبعا نظرت حولي هذا الحكي كان بلحظة ما الأستاذ قال لي اخرس وقعد وأنا جاوبته الجواب تبع أنه أستاذ ليش ما بعت على الفضاء الخارجي فطبعا كان الرد أنه احمل حالك واطلع برات الصف وحسابنا عند الموجه فطلعت بخطوات منهارة متدمرة يعني طبعا كان ثبطني سبعه اشخاص بالاضافه للاستاذ اللي هو رقم ثمانيه. اللي من كانوا من اصدقائي اقرب الاصدقاء المقربين ضمن الصف اللي كنت عايش معهم انا فتره اربع او خمس سنوات. طلعت بالخطوات المتدمره ولكن هون كانت انا اول نقطه مفصليه في حياتي. قررت هالمره انه لا انه انا مالي حمار، ايه وانا اينشتاين العرب، اي بتزبط ليش لا؟ طبعا الحلم كبير. ولكن تحديت الفكره هي التحدي تحديت السبع اشخاص اللي كانوا موجودين بالاضافه للاستاذ اللي قال لي انه انت ما بتصير تركت كل شيء كان ينفعل في جيلي من لعب من لهو كان اكبر هم عنا في جيلي انا اتكلم عن نفسي وعن اصدقائي تجميع الدحل طب يعني المواضيع اللعب واللهو بحكم انه كنت انا مجرد من صف سابع عمري 13 سنه التفتت للموضوع يلي تقلعت بسبب من الصف خطر النفايات النووية طبعا قمت ببحث يتعلق موضوع النفايات النووية البحث أخذ مني عاما كامل كان بخطوات مدروسة بدأتها بالمطالعة لم تكفي المطالعة بسبب أن المراجع عندنا في سوريا ضعيفة جدا فاضطررت للتعرف على دكاترة كانت موجودين عنا بسوريا ولكن كانوا مخفيين بحكم انه الامر كان محظور. اه انتقلت من موضوع التعرف الى دكاتره الى موضوع انه لم يكفي الامر، كان الانترنت عندنا ضعيف جدا. فاضطررت للتعرف على شخص اصبح يدخلني جامعه دمشق. فصرت اهرب من المدرسه واذهب الى هناك، اطالع فقط في الموضوع الذي اريده. بعد عام كامل وفي العام الذي حصلت عليه على لقب اصغر مخترع سوري، عدت الى نفس الاستاذ، نفس نفس الاستاذ بنفس الصف. قدمت له بحثا كاملا وبالحرف الواحد يعني كمان مثل ما بيقول له، قلت له استاذ هيك نتخلص من نفايات نوويه. طبعا كان البحث ضخم جدا بداته بموضوع دراسه نقل النفايات النوويه الى الفضاء الخارجي، ضرورة الى تصميم حاويات جديده لتخزين النفايات النوويه، معالجتها بطريقه جديده وابتكار محطه اطلاق صواريخ الى الفضاء الخارجي توصلها باتجاه الشمس مع امكانيه ان مع احتماليه ان يتدمر الصاروخ اثناء صعوده فما يصير موضوع انتشار النفايات النوويه في في الجو فواجهتني كلها كانت صعوبات تواجهني بفضله تعالى استطعت تجاوزها وكان اول تحدي بالنسبه لي كان هذا المفصل الفكره التي اريد ايصالها او الهدف من هذه القصه دائما هذا العدد الذي ترونه هنا على الشاشة 165 شخص إلى حد تاريخنا اليوم هم الأشخاص الذين صبطوني وأسمعوني عبارات مشابهة للعبارات التي أسمعتكم إياها مسجلين عندي بالشخص كل شخص جنب اسمه ما قال لي بالحرف الواحد أنا من منصة ديت اليوم أريد أن أتشكر كل شخص منهم كل شخص أسمعني كلمة أنت فاشل كل شخص اسمعني كلمة أنت لا تستطيع. أه لولا كلماتكم لما كنت أمامكم اليوم. الفكرة لا يوجد النجاح الذي نسمعه دائما النجاح الوردي الذي يكون عبارة عن خطوات متتالية نصل إلى النجاح سلم صغير نصعده، نصل إلى النجاح ونصل إلى هدفنا. النجاح هو سلسلة من الفشل. احاول اول مره فافشل، فاحاول الثانيه فافشل، ولكن احذر، اتعلم من الامر الذي افشلني في المره الاولى. الى حد اليوم 173 تجربه انا فاشل بها، ولكن هذه التجارب اوصلتني الى هنا. كنت في كل تجربه اضعها احللها، اخذ منها الايجابيات والسلبيات، السبب الذي افشلني. اعالجه وانتقل الى التجربة التي بعدها، فلا تيأس. دائما حول المشاكل الى فرص. دائما انتقل الى عمل مدروس الخطوات من حيث الزمن والعمل. في عام 2013 سأسرد عليكم قصة ثانية. حدثت معي شخصيا من تجربتي الشخصيه. طبعا قبل ان اسرد هذه القصه سوف اتكلم عن عن هدفها بعكس العاده. فيوجد نظريه اعتبرها هي النظريه التي افكر فيها في الحياه. هي نظريه الكاس الفارغ والكاس المليء. دائما ننظر الى ان الكاس الفارغ نصفه فارغ ونصفه مليء بالماء ولكن اذا نظرنا الى الحقيقه العلميه نجد ان النصف الفارغ يحوي على 39% من النيتروجين على عشرة ونصف من الاكسجين على 0.44 من الارجون على 0.06% من غاز ثنائي اكسيد الكربون الذي نعتبره مضرا لنا ولولاه لكان كوكبنا متجمد عندما تنظر الى المشاكل والمصائب التي تحدث معك بهذا المنظور تحولها الى فرص تتعلم منها لكي لا تقع فيها مره اخرى، اعدك بانك ستصل الى النجاح. في عام 2013 حدث معي حادثه انني ابتكرت هذا الروبوت الموجود خلفكم، الروبوت ببساطه هو عباره عن روبوت طبي مسؤول عن انقاذ الجرحى من تحت ركام القصف. الفكرة أني طورته وطورت آلية العمل عليه حتى طورت مخططاته وتم تطبيقه من قبل شركة كندية سورية أحد مدراء الشركة كان مدير مدرستي في منطقة كنت بها قبل أن أنتقل إلى إسطنبول طبعا للأسف أنا وجدته كفرصة بعد أن حدث معي كثير من الأمور التي أتحفظ على ذكرها ضمن مسيرتي ووصولي إلى تركيا وأظن أغلبكم يعرفون من يتابع الأخبار الفكرة انه بعد ان ابتكرت هذا الروبوت عمل في سوريا لمده شهرين وسبعه ايام بالضبط واثبت جداره ونجاح كبير جدا باقل التكاليف. تفاجات بانني وبعد خمسه اشهر يحدث هنا معرض للتقنيات في اسطنبول فاجد نفس الروبوت بنفس الشخص واضعه في معرض الموسياد العالمي بشعار شركته. اذهب لعنده واقول هذا الروبوت ملكي خاصتي كيف تفعل ذلك بكل بساطه قال لي بالمصطلح العام يعني بلت الزرقه اذا قالك عندي حق تعال خذه طبعا مثل هذا الموقف لو حدث مع اي شخص منا كان تدمر نهائيا ولكن قلت الحمد لله عسى لي خير لم اتوقف كان على العكس تماما نظرت اليه بالنظره الثانيه من ينظر الى الموقف يرى انه فشل ولكن نظرت اليه انه مجرد تجربه انني جربت امكانياتي اثبتت لنفسي انني استطيع ان افعل ان اقدم شيء لمجتمعي. طبعا ما الرساله التي اريد ان اوصلها دائما الفرص موجوده حولنا ولكن نحتاج فقط الى نظره بعيده. دائما نرى الفرص على انها قليله نرى انه حسب المعطيات الموجوده عندنا انه لا يمكن النجاح لا يمكنني الصعود شخص يثبطني مثلا الان انا طالب ثانويه عامه كل طلاب الثانويه العامه يعلمون معانات معاناتنا انتظرنا الامتحان يؤجل 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 ولكن ماذا بعد كثير من اصدقائي وقف كثير من اصدقائي لجأ إلى طريق العمل، تخلى عن مستقبله بأقل بأول موقف. ولكن ما اريد إيصاله اليوم وباختصار ألخص فيه ما مضى. كي نصل يجب علينا اتباع الخطوات التالية: أولاً أن أحدد هدفي. كان هدفي قبل أن أخرج من سوريا عندما صنعته في عام 2015 الآن تغير الهدف، ولكن كان هدفي قبل عندما ابتكرت اول اختراع وحصلت على اللقب كان هدفي النهوض ببلدي من دول العالم الثالث الى دول الاولى علميا المتقدمه عالميا من يحق لها التصويت في مجلس الامن حتى فكنت اعمل وابتكر بما يخص هدفي ولكن بعد الاحداث التي جرت والمصائب التي اصابت كل شخص منا تطور الهدف لا اقول تغير الهدف بل تطور وفقا للمعطيات فحدد هدفك طور هدفك دائما انظر الى المشاكل على انها فرص استثمر جميع الفرص الموجوده حولك لا تقلق لا تقلق من موضوع انه يوجد عائق يوجد عائق مادي يوجد عائق فني يوجد عائق مجتمعي الله عز وجل يسخر لك الخطوات فقط اصدق النيه واعمل من اجلها وباذن الله تعالى اضمن لك النجاح فقط ان اتبعت عقليه النظر الى المشاكل على انها فرص. باختصار هذا ما كان لدي لافيدكم به اشكر لكم حسن سماعكم والسلام عليكم ورحمه الله.